لقد وفرت الدولة الجزائرية كامل الوسائل البشرية والمادية لضمان إنجاح هذا العرس الكروي القاري، ولقد تزينت ولايات الجزائر قسنطينة وهران وعنابة بزخمها الحضاري وبعبقها، عبق تاريخها وفرائها الثقافي والفني والطبيعي، لتستقبل زائريها في ظروف تضمن راحتهم وسعادتهم وتمتعهم. لقد قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بتدشين هذا الصرح الرياضي الذي نتواجد فيه الآن، وأطلق عليه كما تعلمون تسمية رمزية بالغة الأهمية في الضمير الجماعي للشعوب الإفريقية باسم الزعيم الإفريقي صديق الجزائر وصديق كل القضايا التحررية في العالم، رجل المبادئ والقيم الحائز على جائزة نوبل السلام نيلسون مانديلا. إن اختيار هذه التسمية يؤكد عمقنا الإفريقي ووفائنا لأشقائنا وأصدقائنا في قارتنا الأم، وتذكيراً بأصالتنا وحرصنا على وحدة ومصلحة الأمم الإفريقية. تسعى الجزائر من خلال تنظيم هذه البطولة إلى ترسيخ قيم التعاون والتبادل الثقافي والحضاري وتعزيز سبل التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب قارتنا الأم، وتؤكد مساهمة الرياضة في تعزيز قيم التضامن والسلم والسلام. في الأخير، فباسم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن عن الانطلاق الرسمي لهذه البطولة من ملعب الزعيم نيلسون مانديلا، متمنياً التوفيق لكل المتنافسين. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.